اسأل ما تخافش وهنجاوبك وندلك ونطمن قلبك وكلام بالعقل وبالمنطق وتأكد إننا بنحبك. تايه من زحمة تفكيرك متحير والحل في إيدك. أرض الإسلام ما تتوشي قرب هندلك ونفيدك قرب هندلك ونفيدك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بستغرب لما بسمع ان ناس بتقول ايه ذنب اللي اتولد مسيحي او يهودي انه ما يدخلش الجنة ويدخل النار. الموضوع ملوش علاقة بالميلاد، انت اتولدت ايه. الموضوع له علاقة بالقرار اللي انت هتاخده في حياتك. احنا عارفين ناس كتير جدا اتولدوا مسيحيين واسلموا، وعارفين ناس كتير جدا اتولدوا مسلمين والحدوا. هي الفكرة في قصة القرار اللي انت خدته بعد ما اتولدت، مش انت اتولدت على ايه. ومش معنى ان المسلم اتولد مسلم فان هو خلاص هيبقى في الجنة بدون حساب، لا عادي جدا وهيتحاسبوا على كل صغيرة قبل الكبيرة. احنا مش زي ناس بتقول ان احنا شعب الله المختار وان احنا اسياد الناس وكل الناس خدامين عندنا، وما احناش زي ناس تانية بتقول ان المسيح نزل يتصلب عشان احنا كلنا نخش الجنة مهما عملت معاصي ومهما عملت ذنوب. اما اللي اتولد قبل المسيح سواء كان سيدنا ابراهيم او سيدنا موسى، مدام ما شافش سيدنا عيسى وما امنش بالصلب والفداء هيبقى في النار. ما هي بقت زيطة، انت جبت منين الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. لكن عاصي هيدخل الجنة على طول من غير ما يتحاسب، ازاي ده؟ ومين اللي قال كده؟ ودلوقتي انا اللي سؤالي موجه ليك، انت كنصراني او يهودي او اي ملة تانية، ليه تشيل ذنب حد غيرك لمجرد انه رفض انه يؤمن بالصدق لما جاله؟ ليه ربط نفسك بيه؟ ما تدور انت على الحق. هو لو حد قالك ارمي نفسك في البحر هتسمع كلامه؟ اشمعنى دين ربنا وقرار مصيرك اللي كله متوقف عليه تيجي تقول اصل احنا وجدنا اباءنا لهم عابدون؟ فهنا انت هتلاقي 100 سؤال، اشمعنى وليه واصل. يا عم فكر، ربنا رزقك العقل عشان انت اللي تختار حياتك مش عشان انت تجبر عليها. قبل ما تسأل انت السؤال ده ربنا قال او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إن حضرتك موجود في الدنيا دي عشان تبحث عن الحق وتتبعه، مش انك تطلع تلاقي ابوك بيعبد جاموسة تطلع تعبدها معاه. هو اي دين معين وخلاص هو ده صح وخلصت على كده؟ ولا معلش هو كان ناقص ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل لك ويتحايل عليك عشان انك تبقى مسلم؟ ربنا سبحانه وتعالى جايبك هنا للدنيا عشان انت اللي تدور عليه مش هو اللي يدور عليك. وطبعا كل ما نتكلم مع اي حد غير كده يقولك بس في غير مسلمين بيعملوا خير دول ازاي يخشوا النار. احنا عموما دلوقتي بنتكلم في قضية ايمان، ما تدخلنيش في سكة الشخص نفسه. ربنا سبحانه وتعالى امرنا فعلا بالخير، بس مش معنى كده ان اي حد هيعمل خير هيبقى في الجنة. انا عن نفسي عارف كويس ان في كتير عملوا خير ودولت عموما بيعملوها من منطق الانسانية، لكن المسلمين عموما بيعملوها عشان الله. فاللي عملها عشان خاطر الإنسانية خلاص الإنسانية تبقى تديله حقه، أما اللي عملها عشان الله فالله هيجزي مكانها في الدنيا والآخرة. وعشان تكون عارف كل واحد فينا اتولد على الفطرة الإسلام، وأبوه وأمه هما السبب إنه يكون يهودي أو نصراني، زي ما أصحاب السوق ممكن يكونوا سبب في إن الشخص يبوظ ويفسدوا أخلاقه. فهي مش حجة برضو إنك تستسلم للظروف. أما لو أنت بتتكلم عن اللي موصلش ليهم الإسلام فعلا، فربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ودول يا سيدي اللي حاولوا يوصلوا لربنا فعلا وما بلغتش لهم الدعوة. اما دول بقى ليهم اختيارين، يا اما ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنهم خالص، او ان ربنا سبحانه وتعالى يختبرهم يوم القيامة زي ما الحديث ظاهر على الشاشة. بس خد بالك دول اللي حاولوا انهم يوصلوا وما بلغتش ليهم دعوة الاسلام، مش اللي طرمخ فيها ونام في الخط ويلا موتني النهاردة وحيني بكرة، واللي اتجوز ام اقول له يا عمي ويوم القيامة ما أصلنا ما كنتش أعرف يا رب، ده أنت كده هتتنفخ. وفي النهاية ربنا عبد وربنا حرم الظلم حتى على نفسه، واللي هيدخل النار هيكون راضي عن حكم الله سبحانه وتعالى فيه. لكن مش مشكلتنا إن مين اللي هيدخل النار ومين اللي هيدخل الجنة، المشكلة الكبيرة أنت اللي هتكون فيه. السلام عليكم. طبعا انا مش هقول لك اعمل لايك وشير وسبسكرايب والكلام الفاضي دهوت، لانك انت راجل وجدع وهتعمل. السلام عليكم.